مش هنسلم مش هنبوس. في بقى حاجه معايا النهارده اكسكلوسيف، مش كل الناس تعمل فيديوهات بتضحك بصراحه، ناس كتير بتعمل فيديوهات بس مش كله بيضحكك، بس في واحد بقى اليومين دول عامل حته دين بلوف على السوشيال ميديا، مينا ابن اللذينة. مينا سليم يا جماعه، بس المره دي مش فيديو بس، لا ده هو شخصيا معايا لايف. مينا امي ازيك، ايه الاخبار؟ حلو مينا ابن اللذينة دي، خلاص انا كده اتشهرت، خلاص انا كده تمام. ممكن في بعض الناس تعرفش انت دكتور. اه دكتور صباحا دكتور بالليل. الحمد لله. ايه سريعا الدنيا رايحه فين وجايه منين وابتدت ازاي؟ الدنيا ابتدت هو انا صيدله وستاند اب كوميدي. الدنيا ابتدت بفرح واحد صاحبي، قال له اطلع قول كلمتين بجد عنه، صاحبي الانتيم. طلعت لقيت نفسي مسكت المايك ربع ساعه بتريق عليه، فتحت ستاند اب كوميدي بعد كده جنب الصيدله. هتفرجني ايه النهارده يا بيه؟ يعني النهارده بقى هفرجك على بقى ازاي انا وصلت لهذا المكان. وبعدين بما ان احنا في رمضان وكل سنه وانت طيبه، طيب طبعا رمضان عزومات عزومات عزومات، فهقول لك انا ازاي جيت هنا واحكي لك على عزومات. بس احنا ما بنروحش عزومات السنه دي، ما احنا هنعتبر نفسنا بنروح. مش هنسلم مش هنبوس. مساء الخير يا جماعه، ازيكم؟ صوم طيبين طبعا. انتوا ما بتبصوا عليا دلوقتي بتسالوا مين الواد ده وعايز ايه. انا اسمي مينا سليم، انا صيدلي وستاند اب كوميديان، وطبعا ميكس شخبطه ما لهاش دعوه. طبعا السؤال الثاني، اهلا يا حبيبي عايز ايه؟ انا من زمان نفسي اشتغل في حاجه زي دي، وبالذات مع حد بحجم الاستاذ طارق نور، عشان هو من رواد مجال الدعايه والاعلان، وعشان هو صاحب السبوبه برضه. انا برضه بحاول في الكلام ده يا جماعه من زمان، يعني من ايام اعلان بتعريري رحت ولبست البامبرز وعملت التجربه الاوديشن. بعد ما شافوني لا احنا قررنا نعملها كرتون بصراحه، ما اعرفش ليه. حاولت بعد كده في بتاع مين ده مين ده بتاع اميجو، قعدت اتنطط بقى بالجزمه. حصل حاجتين للاسف، اول حاجه لما اتنططت بالجزمه ما بقتش بتنور، خلاص ان الراجل لما بص على الصوره قال لك ده شكله اعلان تسلخات، فحصل مشاكل. حاولت في بيستك، لا بيستك ما انا حاولتش بصراحه، ريري واميجو ما لا ما لقيتش نفسي في الوضع. احكي لكم بقى عن القصه ازاي انا جيت للبرنامج ده. طبعا القصه دي هتعجبكم جدا عشان هي سبب السعاده اللي هتعيشوها طول الشهر، عشان انا زي العسل. حاضر يا باشا، حاضر حاضر، هنلاقيه ان شاء الله. مع السلامه مع السلامه. عرفنا بنفسك، انا حضرتك اسمي مينا سليم، انا صيدلي وستاند اب كوميديان، بقالي 5 سنين بعمل ستاند اب كوميدي، عملت في حتت كتير قوي في مصر، عملت في دبي وتونس وكندا وفي كذا بلد. طيب انت عملت برامج قبل كده؟ لا بس بقول لك ايه، اديني مايك حضرتك وانا هتلاقيني ايه برابند، هبهرك. ممكن تقول لنا حته من الستاند اب كوميدي بتاعك ده؟ بيقول لك حضرتك مره واحد جاي يقعد على قهوه قاعد على شاي، مره واحد اتجوز واحده طلعت عين. اقول له حرجه حد تاني. بص هو انت شكلك راجل طيب، بس انت غير اللي احنا يعني انت مش اللي بندور عليه خالص. بس احنا لو احتاجناك معانا نمرتك وهنكلمك، ما تقلقش يعني. بص يا باشا انا هرشت الليله، وانا زي ما قلت لحضرتك انا صيدلي. ده يا باشا مطهر كحول 70%، العربيه بره يا باشا معبيه جوانتيات ماسكات كريم تسلخات دواء اسهال غلبص بجنيه حسن امبليه. فحس بيا يا باشا وانا احس بيك. سيبك بقى من الجو اللي احنا رسمينه ده والبدله سيبك من الجو ده. اوبا. لا ده كده الكلام يتغير خالص. استنى بقى، استنى لحظه. الو سعاده الباشا، قول مبروك يا باشا. لا انا خلاص الواد يا باشا زوان حضور كاريزما رشاقه لياقه مرونه شعر اصفر. الواد ده يا باشا احنا لو ما ادناهوش دلوقتي القنوات الامريكيه مش هتسيبه. انا عمري سخرتك، انا عمري جبت لك حد. ماشي يا رياس، اظن القصه واضحه انا ازاي جيت هنا. اهلا بيكم بقى تاني في اول حلقه في برنامجنا. برنامجنا يا جماعه برنامج جديد مختلف، مش توك شو، مش برنامج رياضي، مش برنامج طبخ. يا ريته كان برنامج طبخ. اظن واضح يعني برنامجنا هو عباره عن ايه. طبعا رمضان هو شهر العزومات. العزومات يا جماعه هي حاجه حلوه قوي، بس اصعب حاجه في العزومات لما تكون رايح عزومه معاك فيها مراتك وحماتك ومامتك، بتبقى صعبه جدا. يعني مثلا مامتك تسالك ايه رايك في الاكل اللي حماتك عملته، تقول لها لا طبعا يا ماما ايه ده مش حلو قوي، ده اكلك احلى بكتير. تستنى مامتك تخش الحمام تيجي قدام حماتك تقول لها برافو يا طنط انا عمري في حياتي ما دقت اكل بالحلاوه دي. تيجي لك مراتك تبص لك كده تقول لها حبيبتي الفته والحمام والمحشي، يجي فين الحاجات دي يا حبيبتي جنب الاومليت اللي انت تعمليه لي، يا لهوي على الشاي بلبن بتاعك، ولا العيش يا حبيبتي لما تقمريه. مين اصلا محتاج الاكل يستوي؟ اكيد اكلك احلى من اكلهم. وبعدين تبص لنفسك وتقول يا جبان يا جبان. في حاجه ثانيه في العزومات لما تكون بالذات عزومات كبيره والترابيزه طويله، في حته مهمه لازم تركزوا فيها. هتقعد فين؟ الحته في الترابيزه بتبقى العجاب دي كلها سلطات، لو قعدت على الحته دي هتتبهدل. ليه بقى؟ ما مش جاي في العزومه تاكل خيار، هتفضل قاعد طول الوقت مع محشي يا طنط رسل. مصطفى توميه معلش ربع رغيف يا انكل اللي قدامك ده دبس رمان كورك صغنون، انا مش عايز اتقل. ايه ده هتجيب السجق من غير طحينه؟ بتاع شويه شوربه يا طنط الهام. في مشكله ثانيه طبعا بتحصل في العزومات كلنا بنخش فيها، طبعا انت بتبقى بايع حتتين الصيغه بتاعت والدتك، راهن كليتك، ماجر عربيتك لحد عشان تعرف تجيب الحلويات الشرقيه. تخش بالحلويات الشرقيه تفاجئ ان 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 صاحب البيت مش باين، وانت عامل زي دفتر نقوط عايز توريله، عايز توريله بكام عشان هو يردها لك، وتلاقي الحد السخيف اللي يقول لك الحلويات الشرقيه هنا. لا يا راجل كنت فاكرنا بنحطها في الحمام، ما انا عارف ان هي هنا. فانت بقى مش قادر، وانت مراتك اصلا خلاك تجيب الكنافه المانجا غصب عنك عشان تقول لك دي قيمتنا. فتبقى قاعد بقى جنب صاحب البيت عايز توصل له رساله من غير ما تبان بقى بتعمل صايع، فتقول له بس الحاجات غليت قوي، يرد هو بقى هو رد سخيف يقول لك اه. فانت تبتدي
مش عارف تعمل ايه، بس الحلويات الشرقيه السنه دي لا 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 بيستهبلوا في الاسعار. يوم هو بقى يقول لك ايه ده، احنا كنا رايحين لطنط فوزيه اول امبارح وما حسيتهاش غلي قوي. يا تبات الدم اهلك يا اخي. فتبتدي تقوم معلي بقى شويه تقول له بس بص كله كوم والكنافه اللي بالمانجا اللي من محل كذا اللي انا جبته منه حاجه تانية خالص. في اللحظه دي انت خسرته، بس هديت لان انت ما بتبقاش قادر تروح من غير ما هو يعرف انت دفعت كام. مش مهم علاقتك بيه، مش مهم العزومه، طبعا هتتخانق معاك مراتك وهيبقى في مشاكل كتير، بس هتعمل ايه؟ ما هو انت راهن كليتك، هتعمل ايه؟ في مشكله تانية يا جماعه، مشاكل عزومات الاشخاص اللي هي مش فاهمه الفرق بين العزومه وكرة الاعتراف. يبقى ناس قاعدين 20 واحد على الترابيزه، ناس بتاكل ومبسوط تلاقي ده راح طلع بسؤال ما تفهمش هو جابه منين. بقول لك ايه، هو انت بتقبض كام يا عم؟ انت بتسال ايه؟ بعدين يسالك سؤال تاني بقى يوديك في داهيه اكتر. بقول لك ايه، هو انت من زمان كنت خاطب داليا بتاعت تانية رابع؟ كانت حلوه دي، انت سبتها ليه؟ وطبعا هو بقى بعد لما رمى السؤال ده انت عمال بخ بخ عمال بتاكل والناس كلها عماله تفكر اه صحيح ده الواد ده جاب كنافه بالمانجا، ده تلاقيه بيقبض بالدولار. فكلها بقت عينيها عليك، ومراتك بقى انت مش قايل لها على داليا، الكارثه ولعت، انت عمال تقنعها فالموضوع غلط منك خالص. وبعدين بقى بتنحته المعهوده وشخصيته السميحه اللي من اول يوم يديك بقى السؤال اللي انت تكون ايه عايز تلبسه في طبق في وشه يميل عليك كده. بقول لك ايه، هو انت وزنك كام دلوقتي؟ في الاخر بقى يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، مامتك ومراتك وحماتك الثلاثه فارق معاهم انك تحب الاكل عشان بيحبوك. انت جبت الكنافه بالمانجا وكانت غاليه، بس الراجل صاحب العزومه ده شوف دفع كام، ربنا يكون معاه. سيبكم الراجل السخيف اللي بيسال اسئله سخيفه دي، تعالوا يا جماعه في العزومات نسال على بعض، نطمن على بعض. ده في ناس ما بنشوفهمش من سنه للسنه غير في العزومه. وبعدين يا جماعه في الاخر طالما السجق موجود ناكل السجق وننبسط، صوم طيبين بس. مش هنسلم مش هنبوس. ها ايه رايك؟ ها ايه رايك؟ عسل يا نفس عناب قرصيه الكوميديا. ايه دي بيه؟ ربنا يخليك. لا بجد انا من الناس اللي بتحب فيديوهاتك جدا، نورتني في مش هنسلم مش هنبوس، بس هنكمل قله سلام وقله بوس مع بعض الحلقات اللي جايه. مش هنسلم مش هنبوس، انا مبسوط. مش هننقل الفيروس. ثانك يو مينا. طبعا الاغنيه دي كلنا هنفضل نسقف لها كل يوم عشان هي ايه بتاعتكم. باي باي. ثانك يو باي.